مش تغيير يعني، تغيير للأسف من أسوأ لأسوأ يعني. والعاقبة بتيجي على الشعب، على الناس الفقراء اللي دايما بيتقطع لهم نور والمية بتزيد عليهم ولقمة عيشهم بتزيد وهم أصلا ما عندهمش دخل، فهم دايما اللي بيدفعوا الفاتورة، فهم أصلا يعني الحال بالنسبة لهم من سيء لأسوأ، ما فيش جديد وما فيش تغيير بالنسبة لهم. التقشف يبقى على الكل مش على طبقة معينة من الشعب، مش دايما الناس الفقراء والناس التعبان اللي هم أساسا متقشفين طبيعي تقشفوا بزيادة. طب هيعملوا ايه يعني؟ يعملوا ايه تاني اكتر من اللي هم بيعملوه واكتر من الحياة اللي هم عايشينها يعني؟ هم دايما اللي بيضحوا بولادهم ويضحوا هم دايما اللي بيضحوا في سبيل البلد بكل حاجة، كل حاجة، بحياتهم وبعيشتهم وأولادهم كل شيء. وللأسف يعني لحد الآن ما فيش نتيجة أصلا بالنسبة لهم. أحب أوجهها للحكومة، نفس الحكومة يكون عندها ضمير، عايزين حكومة يكون عندها ضمير تراعي ربنا في الناس، في الناس الغلابة، الناس البسطة اللي هم بيبصوا عليهم بازدراء، الناس البسيطة اللي هم اللي للأسف ما لهمش صوت ولا ليهم حد يسمعهم.